أكدت وزارة الأشغال أن نسبة الإنجاز في أعمال مشروع تطوير شارع الجنبية بلغت 30%، وهو من المشاريع الهامة المدرجة على برنامج الحكومة الرامية إلى تخفيف الاختناقات المرورية على الشوارع الرئيسية. وأشارت وزارة الأشغال إلى أن الأعمال التطويرية في شارع الجنبية تسير وفق الخطط المرسومة، وذلك للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في فترة الصيف قدر الإمكان، مضيفة في الوقت نفسه أن مشروع توسعة شارع الجنبية والمدرج ضمن برنامج تطوير منافذ مدينة سلمان وتطوير شبكة الطرق المحيطة بها سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع وتقليل الوقت وزمن الرحلة لمستخدميه وقاطني مناطق وقرى المحافظة الشمالية الممتدة على جانبه وصولا إلى مدينة سلمان. وأكدت وزارة الأشغال أن هذا المشروع يعد إضافة مهمة في دعم البنية التحتية وتطوير الطرق المحيطة والمؤدية إلى مدينة سلمان، وهي من أكبر المدن الإسكانية.